لكن بسرعه خلونا نخش في عناوين النهارده وترندات النهارده في برنامج الترند. في ترند الاهلي، الفريق الاول يختتم استعداداته اليوم لمواجهه انبي. كمان في ترند الاهلي، جلسات مكثفه لموسيماني مع اللاعبين والجهاز الفني. في الترند العالمي، صفقات قويه لانديه الدوري الانجليزي في اليوم الاخير للانتقالات. هندخل بسرعه في تفاصيل الحلقه، لكن محتاجين نخرج لفاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي والاستعدادات وتدريب الاهلي قبل مباراه الغد امام انبي.